نبقى في إسبانيا، حيث ركزت يومية ماركا على تصريحات ندل بها المدرب الإيطالي فابيو كابيلو لإحدى الإذاعات الرياضية في إيطاليا. قال فيها: برشلونة لا يعرف كيف يدافع. كابيلو قال إنه على عكس برشلونة فإن يوفنتوس يجيد الدفاع، لكنه شدد بالمقابل على خطورة هجوم البلاوغرانا بقولها: عندما تواجه برشلونة يجب تجنب الاسترخاء لأن لاعبيه قادرون على تغيير النتيجة في 3 أو 4 دقائق. المدرب الإيطالي أضاف أنه تابع يوفنتوس ضد نابولي ولم يعجب بأدائه، فلاعبوه لم يتمكنوا من لعب الكرة وفرض أسلوبهم. لقد ضغط نابولي بصورة جيدة حسب كابيلو، الذي أوضح أنه إذا فعل برشلونة ذلك سيخلق مشاكل كثيرة ليوفنتوس. وصف كابيلو ليونيل ميسي بنجم الأوبرا لوتشانو بافاروتي، حيث قال إنه بافاروتي كرة القدم، مشيرا إلى أن كتيبة السيدة العجوز يجب أن تجد وسيلة للتغلب على الكتالان بغض النظر عن الأسلوب أو الأداء.